صاحبي هاد دمانت نقد بقى ينسل عمي أبريد في عمبا ما أنت وحنا رأينا إني كجس يكون كله يقاني X or B أما ريبل دور قلب بحرا إن دول استوى ورد كل وحنا نسل في إنه تاريخ ضي هيستوري يكون كان لبو محكمة أنت وين ما أنت محاكو صور لما أنت أيضا وحنا أبريد في عن صاحب إن كجس صدح وحنا رأي استيبل كون كأي صار صارين أجين إني أبريد في على كجس يدك وحكور رسيين كون كأن قاني وحوي X or B استيبل كون كوسخير حياة سين استيبل كون كان محيي هاي محلو بيكري محوس سوق ندور قيبت قدام يسون في فيديو إن شاء الله وحنا ربع هنا أقوى هذا كون كان ملا مالك شنكرا ترى ذي الأحان مادام وحوي إن هولبن إكسر لما ذي نقص وفرحشي ملا مالك شنكرا تضبط بهول كون كأو يستل عقبنا بوجرتي ما حيت هاي ترى صاحب ماك عقوى جيل بشير هدي أتش أشاك كريبت كارنس يجود هم بأولي بس نسك يوتيوب كنا صوص سبسكرايب كري سو كلا فيسبوك بيج كنا صوص فالو كري سي أبديد أو حوي توك تاب وح أقوى هذا أنا فاينانشال ماركتس كارهان سوق على يقان كريبت كارنس ستوك ماركت يجود هم صاحب يال أولينكا أوكي صاحب الكونكا واحد لسمي لماتك اللي بدك كوني كوي طبعا كسيدو كله بلوجي اللي بدك كوني لبيه طبعا كبوات وحوي صاحب يال أوهر كله أول صور لستكري أما لا أوري كونكا صاحب يال هو قابل صيها يعني سأقول ناس صاحب يال كوينكا كريبت كارنس ميت كسر مشروع وقابل صيها يعني بروجكت جالس عم مركب كونكا وحقد يا كون تيلا يمدان عن تيلا يعني هذا هو مشروع وقابل صيها إكس إر بي صاحب يال ومترن تي أد وصرعي سو أد وفي يعني وحو قابل صيها يعني واحد يكنا وريمتنس نتوق ويا وح والد إسكحرتو واحد يكنا وبريج إسكحرو كريبت كارنسي يفياتك مشروع عصب ورتق قبل سنة هاي واحد عن سحب يروح alternative option ويا واحد لو يقع إنه بيتكوين بيتكوين كسر أقول إنه سحب يلا سجى إنه واحد ترسيني سو واحد كبروف كريا أما واحد كفر فكر واحد لو يقع إنه بروف فوق واحد لو أو كان واحد ويا ماين أنا واحد ويا سحب يلا عندي كرنا كان لكن واحد قبل سنة سحب يلا واحد لو يقع إنه consistent ليش تعرف سو واحد لك speed ك يا واحد ويا efficiency وقفي عن بعد يكرنا سحب يلا إنه بيتكوين برنامج كامرك مشروع عن كل شقية consistent ليش ك واحد قاطي إنه بنجي بدن باقاطي وأدب تكري أو قد حوال دهانا واستعمالو كل قد بس كريبت كارنسي إيو حوية العقاس فيها تكبو يعني ورطة مشروع عصبو قابل سنة يعني ومشروع مهم كونك مركة ما يكتنس بحالة فيلا ساحبير مشروع سالة فيلا مركة مشروع رنتي آد مهم سن بو حمبار سنة وحوية كونك لو يقاني إكس أر بي صاحب يال كونك لو يقانو إن إكس أر بي إنت الله بيحنا واحد دي جري واحد لو يقانو أوبين كوين فلا دي جري مرضى ما ساحب يالو دكون لبيتون كيبا لما تكتب واحد لو بدي راح لو يقانو ريبل الشركة دان ريبل مركة لو بشقة بيها قباتي كو واحد قباتي واحد سنسو حلو يقانو ريبل نتواق ونتواق ونكو شيء waxay kala gudbiska waxa weeye lacagaha ayan fudeynayo oo banks badan ay qaateen beesameysa laba waxa wax loo yaqaan XRP coin ka marka XRP crypto currency ah xilligaas mudkhana balse marka labada mashruuc bay qaabilsan yihiin waxayna fudeyeen sa in jeega saxbiya real time border payments bay waxa weeye beesameeyaan oo qaabka xawaaladaha beerunta u shaqeeyaan marka labada qaybo barto loo qabiyo kan kala yaqaan XRP bilowgis saxbiya inta u dhaxeysa 2013 ilaa 2017 bu coin kan aad u soo aanbaxay projectigiisana waxa qaatay saxbiya البنكية هي financial institution وين باقاته مركزها وحوي growth بطن يو development بوسمية ورنتي وحوي international business كو مستل يحقق وقاتين اللي جالس مركز كون كان سواء بعد دتك وجب بطن لابد يكون يعرف طبعا كي يسوي تيك توك حسب في كون كان مالك شتين صاحب الهيئة اللي يقانا SEC أما اللي يقانا security and exchange commission وهيئة تلك مراك وقابل سنة لعجها عن ولا كده جدي نقول يجودهم بدي يصير كرنسي كني control شو فيه سو محكمة كفرت لابد يكون لابعتن كي بسحب الكيس ك بكجد بسي وحين كو إذا نسح register إنه ahaayn waxa weeye securities bank ina la isku keenay halkaas markaa waxa weeye maxkamad qabalawta maalinta 2020 bublaba concord inuu hoos u dhaco soo meel fiican maray all the time haygisa meel fiican soo maray bublaba inuu hoos u dhaco exchange badan ee markaas waxa weeye ku sameeyaan delisted waxa dhaw oo laga saaray waxa weeye concord ku yiri badankood ay ka saarin maxkamad badan waxa weeye sax markaa ay ku bilaabatay sidoo kale saaxiib la dad badan oo markaa u maal gashna concord ba waxa weeye concord markaas iska iibiyay oo waxa weeye buuqaas lagu furay iyo arimahaas waxa weeye investors badan xilligaas ad board taasoo gaarsay xabbaa ilaa iyo waxa dhow blood ka hor ilaa xilliga 2019 ee coin-kan lagu daadiyay jiray inuu yahay waxa stable coin oo macna coin aan dhaqaaqin oo 0.5 iska faray code centibo iska faraysay waxa weeye goos maxkamadaha si barnaamij kaaranta adigu furay saxba diya asla fiirna karna statistics hadda ku jira 2014 maxkamaddu way ka dhamaatay the good news halkaas weeye XRP way guuleysteen qolyihii sector ku dhiganaanay oo inuu security ahayn waxa weeye maxkamad kula fuulayna runtii waqti badan iyo kharash badan oo ka baxayna way ka guuleysteen marka hore waxa rabay inay lacag badan waxa lagu soo rogo oo billions laakiin lacag yar ee saxba iska bixiyay ayagana waa la fasaxay marka saameyntiisi waxa soo laabatay bishaan oo su'aalo badan saxbiyaal ee kaantay ayaga marka chance bay kula fiirsadeen oo
waxay saxbiyaal aasaasin wax loo yaqaan stable coin muxuu yahay marka stable coin ka ay coinkan XRP sameeyay magaciis saxbiyaal horta stable coinkan ay sameeyay waxa la XRP horta muxuu yahay stable coin dadkan oo stable coin saxbiyaal waa qayb ka mid ah cryptocurrency kuwaas oo aan dhaqaaqin macnaa waxa la stable coin ka waxay waa gaab u dhaxeeyo waxa la aga cryptocurrency fiyaadka ayadoo cryptocurrency hadana waxa isku xirtaa fiyaadka iyo cryptocurrency sala kale coin kale way dhaqaaqaan si xoog iyo dhaqaan mo waxa way volatile weeye dhag marka la fiiriyo volatility concept laakiin stable coin-nadu ma dhaqaaqaan coin-ka loo yaqaan USDT oo ugu caansan tetra loo yaqaan stable coin weyn weeye kaasoo kale weeye dabcan $1 buul marka waxaa lagu baykareeyaa lacag kale lagu baykareeyaa stable coin-nadu mar waxaa lagu baykareeyaa dollar si ma taqaanaa USDT oo kale iyo USDC oo kale lacagta dollarka iyo USDT-ga baa lagu baykareeyaa ama lagu cabbiray one USDT waa $1 one USDC waa $1 weeye stable coin marka waxaa jira ayagana crypto lagu baykareeyo qaar waxaa jira ma taqaanaa dahabka iyo waxa weeye hada waxa weeye DAI stable coin kale waxaa lagu baykareeyaa ma taqaanaa dahabka iyo goldiga saaxiibyaal baa lagu baykareeyay marka saaxiibyaal stable coin XRP isbala ayagu marka waxa ku baykareeyeen fiat currency oo waxa weeye sida USDT iyo USDC iyo fiat currency-ga $1 dii dollarka fiat baan ugu naqaana cryptocurrency dad ku jira marka kana waxa lagu saaxiibyaal ee baykareeyay fiatka waxa loo yaqaan USD baa lacag dollarka mareeka bay ku baykareeyeen oo hal US RP wuxuu dhigmay $1 marka taasoo fudaynaysa dad badan waxa la qaabka da USD loo isticmaalo kala baa loo isticmaalayaa waliba kan dhanka speedka iyo mudqaana cross border payment system ku dhan buu uga ficnaan doonaa waa qaab kale marka stable coin kan hadda ay soo siyaadiyeen wuxuu waxa improvement ku sameeyay saaxiibyaal coin kan oo dad badan awal wax badan haysta haddana saaxiibyaal rajo badan leh ugu dambeyn saaxiibyaal markaan firino SEC lawsuitka waxa weeye shirkadan hadda ku guulta XRP iyo sidoo kale ma taqaanaa stable coin ka ay sameeyeen labadaas waxa weeye indicator waxay muujinaysaa in XRP saaxiibyaal mustaqbal fiican uu leeyahay hadda wuxuu ku jiraan saa filayo XRP wuxuu ku jiraa kaalinta 7-aad kala horeynta cryptocurrency saaxiib lagu jira hadda aan muuqaalka sameeyay wuxuu marayaa 0.57 buu marayaa cotton cent aniga 7 dheer buronte marayaa aad ba saaxiibyaal u jaban yahay which means qofkii gashta cotton dollar waxaa helaysaa wax ku dhow 100 coin XRP runtii aad buu jaban yahay marka labadaas markaan fiirino dad badan oo dadka aniga haysta baa kamid koonka hore u maalgashtay wax dad badan isku ibin way jira marka XRP saaxiibyaal waa coin labadaas markaan fiiriyo indicator hadda mustaqbal leh aniga financial advisor ma ihi waxa weeye taladan ku sidmay do your own research adiga barbaar laakiin tala ahaan koonka aniga xaggayga waxa weeye saaxiibyaal u fiican yahay maadaama taqaana labada step oo hadda kasoo gudbay waxyaalo kalena ay soo dansiyay ayaga saaxiibyaal ee noo sheegay marka XRP saaxiibyaal waa koonka noocaas ah stable coin ay sameeyeen iyo kan yaan la isku qaldin waa coin caadi ah stable coin kiisana hadda saaxiibyaal uu sameeyay aad ba saaxiibyaal ma sidin wa salaam.